تداول في وسائل التواصل الاجتماعي في اليوم السابق عن موضوع دفتر المركبة أو دفتر الملكية الخاص بالمركبة وتغييره وإضافة اللغة وبعض المعلومات الخاطئة للأسف اللي تداولت من مصادر غير رسمية ولا تمثل وزارة الداخلية ولا تمثل إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني وكذلك لا تمثل إدارة عامة المرور ممثلة في قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية عن هذه المواضيع. في السابق نوهنا بضرورة أخذ الأخبار والمعلومات من المواقع الرسمية، لكن للأسف تداول هذا الخبر أثر بشكل على المحيط أو على المجتمع في مثل هذه الأخبار في مصداقية هذا الخبر أو صحة هذا الخبر. احنا ننوه أن الإدارة العامة للمرور أو وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ستقوم في اعتبارا من يوم الأحد القادم بترجمة أو وضع الاسم اللاتيني أو الاسم باللغة الإنجليزية والبيانات باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى اللغة العربية في نفس دفتر الملكية الخاص بالمركبة أو اللي هو الإجازة تسير المركبة. يعني دفتر الملكية أو دفتر المركبة راح يكون فيه الاسم بالعربي والاسم بالإنجليزي، كذلك المواصفات وبقية المعلومات راح تكون باللغتين. يعني راح يكون الفرق ما بين السابق والوقت الحالي ان بالسابق في اللغة العربية فقط، في الوقت الحالي او اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2/2 راح سيتم اضافة اللغة الانجليزية، فسيكون في اللغتين العربية والانجليزية حتى يعني تسهيلا للدول الأجنبية في للوصول إلى المعلومات وقراءة بيانات الخاصة في دفتر الملكية في حال استخدام المركبة من قبل الأشخاص أو مالكينها في التنقل عبر هذه الدول باستطاعتهم أنهم يتعرفون على مواصفات المركبة، مالك المركبة وغيرها من البيانات اللي موجودة في دفتر الملكية. هذا بالنسبة للشيء الأول. أما بالنسبة للشيء الثاني، سيتم كذلك إضافة اسم شركة التأمين السابقة في حال وقوع بعض الحوادث. يحتاج ضابط التحقيق الخاص به أو ضابط المحقق أو ضابط التحقيق في الاستدلال على شركة التأمين السابقة لإرسال الأطراف إلى هذه الشركات لإجراء لإنهاء الإجراءات المتعلقة في الحوادث المرورية وغيرها. فبالتالي وجود اسم شركة التأمين السابقة يسهل عملية الوصول إلى الشركات، عملية اختصار الوقت اختصار الجهد والوصول المباشر إلى هذه الشركات، فبالتالي راح يسهل أمور كثيرة إن شاء الله فور الإطلاق أو فور البدء في تنفيذ هذه أو إضافة هذه الاسم باللغة الإنجليزية وشركات التأمين السابقة والحالية. كذلك ننوه ان الشيء هذا يعني لن يتم عليه اجراء او تحرير المخالفه المروريه عدم وجود الاسم الانجليزي في او البيانات باللغه الانجليزيه في دفتر ملكيه، لكن احنا نقول في حال انتهاء الدفتر، في حال استخراج بدل التالف استخراج بدل الفاقد، سيتم طباعه الدفتر ما بعد يوم الاحد او بدايه من يوم الاحد باللغتين، فبالتالي تستطيع انك تاخذ الدفتر في اللغتين العربيه والانجليزيه في النظام المعمول فيه او النظام الجديد اللي سيتم العمل به اعتبارا من يوم الاحد الموافق 2/2. هذه بالنسبه للمعلومات الخاصه في دفتر الملكيه وما تم تداولها، ودائما ننبه واتمنى من الجميع ان اي معلومه يتم تداولها عن وزاره الداخليه او عدم تداول اي معلومه عن وزارة الداخلية إلا بعد التأكد من المصادر الرسمية والمواقع الرسمية الخاصة بوزارة الداخلية ممثلة بإدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني للتأكد من صحة هذا الخبر ومن ثم تداوله بالشكل الصحيح دون أي خطأ ودون أي يعني نقول تضليل بالنسبة للإخوان المواطنين والمقيمين وملاك المركبات.